مساء الخير على كل بيشوفونا على تلفزيون النهار. حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم اليومي الطبي ازاي الصحة. هنكون معاكم على الهواء مباشرة لمدة ساعة في فقرتين مختلفتين. هنبدأ معاكم أول فقرة ومشكلة يمكن بيجيلنا عليها أسئلة كتير، هي مشكلة تأخر الحمل والإنجاب. يمكن المشكلة دي بتسبب قلق كبير جدا عند الأزواج في بداية حياتهم اللي بيتمنوا أن ربنا يرزقهم بأطفال. أسباب كتيرة جدا ومختلفة لتأخر الحمل والإنجاب عند كل زوجين، في منها اللي سببها الرجل وفي منها اللي سببها السيدة. وطبعا من المشاكل دي ممكن تكون مشاكل في المبايض، من تكيسات مبايض اللي منتشر جدا عند بنات كتير كمان قبل الزواج، وكمان أنابيب فالوب اللي ممكن يكون فيها انسدادات، وكمان مشاكل في الرحم وعنق الرحم اللي ممكن تسبب ان الجنين ما يثبتش بعد ما نحمل. يمكن كل المشاكل دي بقى في السنين الأخيرة بقى ليها حلول كتير، عشان كده المفروض ما نقلقش بقى مع التقدم التكنولوجي والأجهزة المستخدمة في العالم كله، وخصوصا في مصر بقى فيه أجهزة ووسائل كتيرة جدا لعلاج وحلول للمشاكل دي كلها أصبحت متاحة لأي حد ممكن يعملها. من الوسائل اللي ممكن تساعد على الإنجاب أو الوسائل المساعدة على الإنجاب في وسائل كتيرة، منها التلقيح الصناعي والحقن المجهري اللي هو حقق نسب نجاح عالية جدا وأصبح بيستخدم بشكل كبير جدا، ويمكن سيدات كتير شفتهم وأزواج كتير ما كانوش بيخلفوا لمدة سنين ولما عملوه نجح معاهم من أول أو تاني مرة ورزقوا بتوأم أو بطفل يعني مال عليهم حياتهم. طبعا الحقن المجهري من الوسائل اللي حققت نجاح كبير جدا، عشان كده احنا هنتكلم عليه النهاردة، وهيكلمنا باستفاضة أكتر عنه أحد قامات في مجال أمراض النساء والتوليد، هو دكتور أحمد عوض الله، هو استشاري أمراض النساء والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب بمستشفى دار الطب وعضو الجمعية البريطانية بلندن. أهلا بك يا دكتور، منورنا في السيزون الجديد. دكتور أحمد، عايزين نبدأ معاك. طبعا يمكن الحقن المجهري في ناس كتير جدا بتيجي لحضرتك في دار الطب عشان تعمل الإجراء ده، وبيحقق نجاح عالي جدا يعني، بس عايزين نفهم الناس اللي بيشوفونا لأول مرة يعني إيه وسائل مساعدة على الإنجاب ويعني إيه حقن مجهري. بص حضرتك، اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي في الحمل الطبيعي يأتي داخل الجسم. الحيوان المنوي بيمشي في رحلة من عنق الرحم بعد الجماع، يمشي هذا الحيوان المنوي في رحلة غير معلوم كيف تحدث، وما هو عدد الحيوانات المنوية الذي يصل إلى البويضة، وما هو عدد الحيوانات المنوية اللي بيقذف في هذا اليوم اللي بيحصل فيه لقاء بين البيضة والحيوان المنوي عشان يعمل الحمل. هو غير معلوم البويضة سوف تخرج امتى بالضبط من المبيض، احنا كلها تكهنات ان احنا بنشوف موجات صوتية فنقول يلا هيحصل تبويض، يلا جماع بين الزوج والزوجة. والحيوانات المنوية دي لما بتصل الى التلت الخارجي بتاع الانبوبة وتأتي البويضة، بويضة او بويضتين ايا كان، ولا نعلم شكلهم ايه لان احنا ما خرجناش البويضات خارج الجسم وما شفناش الحيوان المنوي والبيضة جوه الانبوبة بيحصل بينهم ايه، هي مجرد انه حيوان منوي هيجي مع الجماع وبيضة هتخرج من المبيض، الاثنين يتقابلوا مع بعض في التلت الخارجي بتاع قناة فالوب فيحصل حمل، فالمفروض يحصل حمل لانه ليس كل بويضة سوف تفرز من المبيض سوف تدخل الى قناة فالوب، وليس كل حيوان منوي هيجي مع الجماع سوف يصل الى البويضة، وليس كل حيوان منوي او ليس كل مجموعة حيوانات منوية هتصل الى البويضة سوف تخترق البويضة، وليس كل بويضة سوف تخصب، وليس كل بويضة سوف تنقسم، وليس كل بويضة سوف تنقسم انقسامات جيدة تؤدي إلى جنين جيد يعني في معوقات كتير، وليس كل جنين جيد سوف يصل إلى تجويف الرحم، وليس كل جنين جيد سوف يصل إلى تجويف الرحم سوف يلتصق على بطنة الرحم. دي اللي أنا بسميها الفلتريشن أو الفلترة بتاعت الجنس البشري. قبل كده لما إيه ناس تموت في حوادث وناس تموت من السجائر، أنا بتكلم على اللي هو يعني ما قبل الحياة زي ما بيقولوا، لأنه ما قبل الحياة طالما الجنين ده والتصق على بطنة الرحم بدأت حياة. ما قبل الحياة هو كل ما يحدث لهذا الجنين في قناة فالوب حتى يصل إلى تجويف الرحم حتى يلتصق على بطانة الرحم بعد كده. طيب ما هو التلقيح الصناعي وما هو الحقن المجهري وأطفال الأنابيب؟ إن كان اللقاء بين الحيوان المنوي والبويضة داخل الجسم فده اسمه تلقيح صناعي، وإن كان اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي خارج الجسم فده اسمه حقن مجهري وأطفال أنابيب. التلقيح الصناعي يجوز عمله في حال نمرة واحد لا وجود لأي معوقات عند المرأة،
زي التبويض، مشاكل التبويض او قنوات فالوب واحده او اتنين. ده اللي هو اسمه التلقيح الصناعي. لا يجوز ان يتعمل تلقيح صناعي لسيده عندها انبوبه مسدوده وانبوبه متشاله وتبويض ضعيف، لانه اقرب للطبيعي، لانه اقرب الى الطبيعي. والحاجه الثانيه انه يكون المشكله في الحيوان المنوي فقط هي مشكله حركه اماميه والضعف يكون متوسط. يعني لا يجوز ان يتعمل تلقيح صناعي لسيده الرجل بتاعها الحيوانات المنويه بتاعته شديده الضعف ان كانت في العدد او الحركه. التلقيح الصناعي بتتاخد العينه بتاعت السائل المنوي كما تؤخذ في المعمل عادي في التحاليل اللي هم بيعملوها، يتاخد الحيوانات المنويه دي تتحضر بطريقه معينه في المعمل، المعمل بتاع السائل المنوي، المعمل بتاع اي معمل زي ما يكون اللي هي معامل التحاليل العاديه، وتتاخد هذه العينه بعد كده في الوقت بتاع التبويض عند المراه وتدخل بقسطره رفيعه جدا قطرها حتى يمكن نص قطر البلاستيكه بتاع النضاره دي، وتتحين الحيوانات المنويه داخل تجويف الرحم. يعني ليها حسابات معينه كمان وقت الفكرة التبويض. هل هذا الحيوان المنوي بعد تحضيره سوف يكون جيد او كفء للوصول الى البيضه؟ احنا ما نعرفش. هل سيصل الى البويضه ويخترق البويضه؟ احنا ما نعرفش. هل سيخص بالبويضه ولا لا؟ احنا ما نعرفش. هو هيلتقي بالبويضه هو فنبيه احنا قربناه من ان هو يوصل للبيضه، ما بعد ذلك ليس في علمي او في علم اي حد. هيمشي بطريقه طبيعيه. الميزه بتاعته هو تمنه، الميزه بتاعته هو سهولته كاجراء، قليل العيب بتاعه هو نسبه النجاح بتاعته لا تتعدى 8 إلى 12%. ده كتلقيح صناعي. الحقن المجهري هو لقاء بين البويضه والحيوان المنوي خارج الجسم. السيده بتاخد ادويه، الادويه بتتاخد لتنشيط المبيض، التنشيط ده لانه لما بدات التقنيه دي كان بيتعمل من غير تنشيط فكان بيطلع بيضه او بيضتين اللي هم السيده بتطلعهم في الشهر الواحد. احنا دلوقتي بنديها ادويه منشطة. والادويه دي بنديها لتنشيط المبيض وتحفيزه، وتتاخد البويضات خارج الجسم وتخصب البويضات بالحيوانات المنويه خارج الجسم. التخصيب ده طريقته هيتعمل ايه؟ لو انا حطيت بويضات وحطيت جنبها حيوانات منوية تم تحضيرها في المعمل يبقى ده اسمه حق طفل أنابيب. لو أنا هاخد البويضات وجوه كل بويضة ححقن حيوان منوي واحد فقط ده اسمه حقن مجهري. الميزة نسبة النجاح العالية، ولكن ما هياش الأرقام اللي الناس بتقولها 70 و80%. ما فيش حاجة اسمها 70 و80% في هذا المجال خالص. إنما الأرقام بتقارب 50%، ده اللي هو نسب النجاح، ونسب النجاح بتعتمد على مجموعة من المعطيات هقولها بعد شوية. والطفل الأنابيب والحقن المجهري عشان الناس تبقى عارفة ليس له علاقة بتحضير الزوجة، ليس له علاقة بجرعة المنشط، ليس له علاقة بالطريقة اللي أنا بتعامل بيها مع الملف لحد لما أوصل السيدة لحد يوم اللي أنا بسحب فيه بويضات، ليس لها علاقة بسن المرأة، ليس لها علاقة بالسبب. بس المشكلة دي اللي هي انه ما ينفعش انه يتعمل طفل انابيب في حال وجود حيوانات منويه ضعيفه او شديده الضعف. فطفل الانابيب دلوقتي انحصر في قليل من السيدات، ولا يجوز ان هو يتعمل لوحده، دائما بيمزج بيه الحقن المجهري. يعني لو عندي 10 بويضات وهاخدهم بره الجسم مثلا هاخد 4 5 6 اعمل لهم حقن مجهري، والقليل من البويضات اعمل بيه طفل انابيب ان يجوز ان يتعمل بيه طفل أنابيب. يعني إنما هذا إجراء داخل المعمل وليس له علاقة بالمنشط وليس له علاقة بطبيعة سن المرأة، دي بس حاجة جوه المعمل في اللقاء بين البيضة والحيوان المنوي. طب بالنسبة لسن المرأة يا دكتور، طالما حضرتك ذكرت سن المرأة، هل ممكن نعمل حقن مجهري في واحدة مثلا فوق ال 35؟ لأن أنا بشوف حالات كتير بتعمل. بص حضرتك، ال 30 زي ال 35 زي ال 40 زي ال 42 كلهم يتساووا في رأيي أنا في نسب النجاح بتاع المحاولات. من 38 ل 42 بتقل سنة، بس أقل من 38 كل واحد. السبب هو الأهم. فالحقن المجهري وأطفال الأنابيب لما بيتعمل لأسباب، في منهم أسباب لا يجوز أن يختلف عليها 2 من الأطباء، وفي أسباب قد يختلف عليها الأطباء. اللي أنا بسميها بقى لي كذا يوم بحكي في التلفزيون عليها أبيض وأسود ورمادي. أبيض وأسود، أنا وحضرتك لو شفنا الأبيض ده أبيض وده أسود، مفيش هزار. الرمادي ممكن نختلف على درجات الرمادي. فالأبيض والأسود في تأخر الإنجاب هو انسداد قنوات فالوب الكامل، اللي هو عشانه الست دي تروح تعمل حقن مجهري وهي ساكته. احنا عايزين نفهم الناس، لو المراه عندها اي مشكله، انسداد قنوات فالوب، مشكله في المبايض، اي حاجه دي، ما تنفعش معاها التلقيح الصناعي. احنا دلوقتي خرجنا بقى بره التلقيح الصناعي، تنفع معاها الحقن المجهري. بنحكي السيدات اللي هو
انا كدكتور، حضرتك كدكتوره، اي حد من اللي قاعدين كدكاتره لو قعد اتحط قدامه ملف هيروح يقول للست دي بيروح يعملي حقن مجهري عندي عند اي حد مش مهم. اللي هو ايه؟ الانسداد الكامل لقنوات فالوب. انسداد قناه من قنوات فالوب والقناه الاخرى عليها علامات استفهام وعد عليها فتره زمنيه معينه ولم يحدث حمل. الضعف الشديد للحيوان المنوي، الضعف الشديد للحيوان المنوي بالذات في الحركه الاماميه للحيوانات المنويه لما يبقى الحركه اقل من 10% وتاخر الحمل غير معلوم السبب، والسيده اللي عدى عليها اكتر من 6 شهور لسنه بعد منظار او بعد عمليات تنشيط للمبيض ولم يحدث حمل، دول كده يروحوا دول يعملوا حقن مجهري، يعملوا في يوم من الايام حقن مجهري. ده ابيض واسود. الرمادي بقى دي اللي ممكن احنا نختلف مع بعض، هل هذه السيده يجوز انها تعمل حقن مجهري او ولا لا. مثلا جات لي انا سيده امبارح متجوزه بقى لها 15 سنه خلفت مره واحده بنوته سنها 9 سنين، بعد 5 6 سنين جواز خلفت البنت. عملت منظار بطن، وبعد لما عملت منظار البطن بشهرين حملت. الانابيب عندها سليمه تماما وجوزها التحليل بتاعه زي الفل وهي ما عندهاش حاجه ودورتها منتظمه وهما مع بعض. امال كان عندها ايه؟ ولا حاجه. تاخر حمل غير معلوم السبب. هو 20% من اسباب تاخر الحمل غير معلوم السبب. عملنا منظار بطن ليه بقى؟ عملت منظار بطن كتشخيص. تشخيص. ده فين؟ في بلدهم. بعد قد ايه؟ بعد 5 سنين جواز. النهارده هي جايه متاخر عليها انجاب بقى لها كام سنه؟ 8 سنين. بنتها سنها كام سنه؟ 9 سنين. عدت سنه سنتين ما كانتش عايزه عيال، يعني هي دلوقتي عندها تاخر حمل بقى 6 سنين. لو انت بتساليني الست دي اعملها ايه؟ اقول لك اعملها حقن مجهري. بس لما تيجي تقنعيها ما ينفعش تقنعيها بالحقن المجهري، لان هذه السيده رات باعينها انها حملت بعد منظار بعدها بشهرين من 8 9 سنين بعد 5 سنين تاخر انجاب. يبقى ده هياخدنا ناحيه ما يسمى البيشنت كونسلنج، اللي هو ايه؟ الاستشاره التي تاتي للزوج والزوجه لمعرفه السبل لحدوث حمل ونسب حدوث حمل من الإجراء اللي هما بيعملوه والمميزات والعيوب لكل إجراء بيتعمل. خلاص؟ أنا لو دخلت دلوقتي اشتري النظارة دي من المحل وأنا بشتري النظارة دي قالوا لي النظارة دي ثمنها إكس، أنا بصيت عليها عجبتني النظارة، جينا بقى نشتري العدسات. قال لك في عدسة شكلها كذا ميزة وعيب كذا، وفي عدسة شكلها كذا وثمنها كذا ميزة وعيب كذا، با 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 حاجات كتير قوي. نفس الكلام دلوقتي، والموضوع ما هوش موضوع تجاري ولكن هو موضوع فكرة، انه انا النهاردة يعرض على الزوج والزوجة مجموعة من الافكار الطبية بمنتهى الشفافية لمعرفة الاجراء ده فايدته ايه وعيبه ايه. فهو الطب ما بقاش زي زمان في الخمسينات والستينات روشتة بتتكتب في وسط البلد بتعلي بعد سنة، وبعدين في السبعينات والثمانينات يلا نعمل منظار لان المنظار بقى موضة، وفي التسعينات والالفينات الناس بدات تفكر في قصه الحقن المجهري واطفال الانابيب، ومن 2005 وانت طالعه لحد النهارده بقى لنا 10 سنين عشرات بيتكلموا زي على القصه دي. الاهم هو السبب اللي عشانه بيتعمل حقن مجهري، وما هي فرص حدوث حمل من وراء هذا الاجراء، وايه الحاجه المختلفه اللي ممكن انا او اي حد يعملها لرفع نسبة حدوث حمل من هذا الإجراء في حال إن هو يكون اتعمل مرة واثنين وثلاثة قبل كده ولم يحدث حمل. لأن ما هياش أصل ولزقة. ليه بقى؟ يعني أحيانا بشوف بعض الناس بيعملوه مرة واثنين وثلاثة ما ينجحش، المرة الرابعة مثلا ينجح. ممكن المرة 15 ما ينجحش. لأن بيكون في تحاليل مثلا يا دكتور ناسيينها، تحليل ما اتعملش. السبب ورا تأخر الحمل إيه؟ ده نمرة واحد. واحدة ست عندها انسداد في الأنابيب. وبتسحب بويضات، وعدد البويضات اللي بيتسحب يتناسب كليا مع سنها وكفاءه المبيض. والبويضات دي بتتاخد بيتعمل بيها اجراء معين داخل المعمل اللي هو حقن مجهري، ده الطبيعي اللي هو كل الستات بيعملوه، هم بيتخيلوا ان هم عاملين طفل انابيب بس هم بيبقوا عاملين حقن مجهري. الستات دول بيتعمل لهم حاجه اسمها سبليت اي في اف اكس، يعني يتاخد شويه يتعملوا طفل انابيب وشويه يتعملوا حقن مجهري. الاجنه بتاع الطفل الانابيب دي اللي بتعمل عيال، لان الست دي مشكلتها في الاساس كانت انبوبه. كانت الانبوبه اختها. خدت أدوية وتنشط المبيض وكانت المشكلة مشكلة أنابيب بس، وعندها حمل خارج الرحم قبل كده، والمبيض بتاعها يتجاوب سلبيا مع المنشطات، يعني بدل ما بتطلع عشرات البويضات بتطلع عدد قليل جدا من البويضات وسنها صغير، تقعد تضرب كف على كف، ازاي ده أنا بعمل حاجة؟ ده أنا كنت لوحدي قبل لما أحمل خارج الرحم، لما كنت باخد شريط بتاع منشط
كانوا الدكاترة بيقولوا لي انت في خوف ان احنا ندخلك الرعاية المركزة من عدد البويضات اللي انت بتطلعيها دلوقتي. بتاخد حقن ها وبجرعات عالية وبتطلع عدد قليل من البيض. هذه السيدة الجرعات المفرطة من المنشط كما يحدث ليست في صالح هذا المبيض، لان هذا المبيض يتفاعل ايجابيا مع عدد قليل من جرعات المنشط لافراز بويضات. ولازم نفهم ان في عدد معين من البويضات ما ينفع، مخزون معين ما ينفعش لا. يخلص لو اخذنا منشطات كتير. يعني لما البنات اتولدوا من بطن مامتهم عدد البويضات المخزن داخل المبيض مئات الالاف. وهذا العدد لا يقل مع الوقت الا في بعض الحالات القليله النادره، مش كل يعني 2-3% من المبيض يا دكتور، 2-3% بس من الستات هيحصل عندهم قصور في كفاءة المبيض أو وظائف المبيض مع الوقت. وفي كل 100 واحدة ستة هتاخد أدوية تنشيط سنين لا يتعدى 5% منهم كفاءة المبيض سوف تنخفض مع المنشطات، لأن المنشطات تأثيرها وقتي وليس يعني طويل الأمد. فالستات دول العدد يعني جرعة المنشط اللي بياخدوها في بعض الأحيان لما تتقرص على المبيض بتاعها قوي يطلع عدد بيض قليل، فتبقى هي مشكلتها ما هياش مشكلة انها بتطلع عدد بيض قليل، هي مشكلتها انه كيف ادير الفكر بتاع انا اطلع ادوية، انا اديها ادوية قد ايه عشان اطلع عدد بيض قد ايه، انا مش محتاج عدد بيض كبير. الست اللي عندها مشكلة في الانابيب انا مش محتاج انها اديها جرعات مفرطة من المنشط عشان اطلع بيض كتير. تعالي بقى على الناحية التانية، السيدات اللي عندهم مشكلة في عملية التبويض اللي حضرتك كنت بتحكي عليها من شوية، السيدات دول في العادي يعني بيتقسموا لمجموعتين، مجموعة بتاخد جرعات قليلة جدا من المنشط أقراص أو حقن، وهذه المجموعة مع الوقت يحدث حمل. ومجموعة أخرى تأخذ من المنشطات ويستجيب المبيض ولا يحدث حمل. انتقلت هذه المرأة من لا تبويض، ضعف تبويض، تكيسات على المبيض، كسل في المبيض، سميه زي ما تسميه، إلى إن بقى عندها تبويض. طب وأنا لو عندي تبويض ما بحملش ليه؟ اللي هي المجموعة اللي بالظبط كده، يبقى احنا دخلنا في مشكلة تانية، يا البيضة مش عارف الحيوان المنوي يدخل جواها، يا الجنين اللي بيتكون في الأنبوبة لا يستطيع أن يلتصق على بطانة الرحم. فبقت مشكلة اللا تبويض اتقلبت بقت مشكلة تانية موجودة عندها. statistics إحصائيات، 35% من الستات اللي الرجالة بتوعهم عندهم ضعف شديد في الحيوانات المنوية وبيناموا حتى على ترابيزة العمليات عشان يعملوا عينة من الخصية، هم عندهم مشكلة أكبر من المشكلة بتاعة أزواجهم تؤثر على عملية الإنجاب. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده لا عادي خالص. انا النهاردة جيت تخيلت ان كل ما هو موجود من مشكلة في الملف الطبي هو الرجل، وتعاملت مع مشكلة الرجل، واصطدمت في يوم من الأيام بان في مشكلة اكبر لما بقت مشكلة الرجل اتحلت. مشهورة جدا في الستات اللي هم ازواجهم بيعملوا عينة من الخصية، الراجل ما عندوش حيوانات منوية، اتنقع في ادوية لما اتهرى، وبعدين في يوم من الايام نايموه على ترابيزه العمليات وطلع حيوانات منويه، كله سقف وزغرط وخدوا الحيوانات المنويه وجمدوا الحيوانات المنويه. جميل. اللي بعده الست تبدا علاج اللي هو اسمه ايه، حقن متجاري. لمين؟ للست اللي هي كانت فين، قاعده على الكرسي بتسمع بقالها سنين. نزلت الست دي الملعب عشان تلعب نفس اللعبه اللي جوزها كان بيلعبها. اللي هي العلاج مع الدكاتره. طلع 35 من 100 واحدة كانوا قاعدين فقط بيستمعوا لما يحدث لأزواجهم عندهم مشكلة أكبر من مشكلة الرجل. قصة زي ما بيقولوا إيه، يا قاعدين يكفيكوا شر مش عارف إيه. القصة الثانية هو إنه لما يتاخد أدوية لتنشيط المبيض لفترات طويلة ولا يحدث حملة لازم يبقى الفكر بعد كده هو حاجة تانية. اللي هو إن أنا هل أنا بدي أدوية لتنشيط المبيض وخلاص، وافضل ادي ادويه لتنشيط المبيض، ولا ادي ادويه لتنشيط المبيض واعمل اجراء معين. الاجراء ده حاجه من الاثنين، يا ان انا هاخد الحيوانات المنويه واحطها جوه الجسم، ده لو في مشكله في الحيوانات المنويه اللي هو اسمه طفل انا اللي هو اسمه تلقيح صناعي، يا ان انا هطلع البويضات والحيوانات المنويه بره الجسم. الميزه بقى الاساسيه في الحقن المجاري واطفال الانابيب في رايي انا، في مجموعه مش اقل من 45-50% من اللي بيعملوا الشغلانه دي، هي كيف يدار اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي، وما هي المعطيات اللي أنا هشوفها قدام عينيا بره الجسم من أن البيضة والحيوان المنوي قابلوا بعض. حضرتك روحتي اشتريتي ميك اب،
حضرتك شفتي الميك اب ده شكله شيك جدا في الصيدليه، حضرتك جيتي تحطيه جالك حساسيه من الميك اب رغم انه كان اغلى ميك اب موجود في المحل. انت كنتي تعرفي؟ لا. تمام، نفس الكلام بالنسبه للبيضه والحيوان المنوي. انت بتتخيلي ان السيده دي صغيره وشديده الخصوبه ورهيبه جدا وتاخد شويه ادويه بقرش الا ربع تطلع بيض كتير، والراجل الحيوانات المنويه بتاعته بتكسر في الشبابيك. حطيتي الاثنين جنب بعض، البيضه طلعت بره جسم الست، طلع في ال20 بيضه اللي بتطلعهم 2 3 بس اللي سلام. انا مش بقول الكلام ده عشان اخض الناس، يعني في بويضات ممكن تكون مستقيمه طلع بس مش سليمه. حطينا البيض جنب الحيوانات المنويه، الناتج بتاع لقاء البيضه والحيوان المنوي مش عشان هم قرايب ولا هم كانوا عارفين بعض بقالهم سنين، لا 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 خالص. حطينا البيض والحيوانات المنويه جنب بعض وانتهى بوجود جنين. الجنين دون الصفات بتاعته صفات مش كويسه، مش كشخص يعني، انا بتكلم على صفات في الانقسام بتاعه. يبقى ده معناه انه ما يحدث من لقاء بين البويضه والحيوان المنوي قد ما هو بيدي نسبه نجاح محترمه من حمل في من هذه التقنيه اللي هي الحقن المجاري واطفال الابيب، قد ما قدامه كم فوائد مهوله من ان انا اشوف البيضه والحيوان المنوي شكلهم ايه. ليها مواصفات معينه يا دكتور البويضه قبل حقنها في الحيوان المنوي؟ البويضه هي عباره عن خليه، الخليه دي ليست اصغر خليه في جسم المراه، الحيوان المنوي اصغر خليه في جسم الرجل والمراه. اصغر خليه بتتكون في جسم الرجل هو الحيوان المنوي. وهسال الساده المشاهدين بس بديني نص دقيقه قبل ما نخلص شويه اسئله وهم يقعدوا مع نفسهم يبقوا يدوروا عليها. البويضه دي هي عباره عن من جوه سيتوبلازم ونيوكليس، يعني نواه وسيتوبلازم. السيتوبلازم فيها مجموعة من الإنزيمات، فايدة هذه الإنزيمات هو أن الحيوان المنوي حين يخترق البويضة بيدخل براسه بس وديله، براسه ديله ما بيدخل، رقبته وديله بيطيروا بره البويضة، هي الخصائص في الراس مظبوط. والراس ده لما يدخل المفروض جواه كروموزومات، الكروموزومات دي بتعوم مع الكروموزومات بتاعت الست وهي اللي بتكون في النواة. صفات البيبي السيتوبلازم ده، السيتوبلازم ده فيه الانزيمات دي هي اللي بتحرق الغشاء الخارجي بتاع راس الحيوان المنوي. واحد، وتدي اشاره للنيوكليس بتاع الست اللي هي النواه عند المراه عشان ال 23 كروموزوم، وال 23 كروموزوم يلتحموا سويا بعد كده هون عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا 46 كروموزوم اللي هو بني ادم جديد بصفات جديده تماما. السؤال عشان بالتالي احنا بنخلص يعني. نمرة واحد، ليه ربنا خلق الملايين من الحيوانات المنوية وليس الآلاف من الحيوانات المنوية؟ ليه خلق عمر الحيوان المنوي داخل جسم المرأة ممكن يصل إلى أسبوع؟ ليه خلق الراجل بخصيتين مش بخصية واحدة؟ وليه خلق الخصية بره جسم الراجل مش جوه جسم الراجل؟ وليه خلق الست بمبيضين؟ وليه خلق الست بتطلع بويضة واحدة فقط في الشهر بالكتير قوي اتنين؟ وليه خلق تجديد الحيوانات المنوية عند الرجل يجي كل مجموعة أيام كده، كل 72 يوم، كل 60 يوم يتصنع دورة جديدة خالص من الحيوانات المنوية؟ وليه خلق ملايين أو مئات الآلاف من المخزون أو من البويضات المتخزنة عند المرأة؟ هذا بالك؟ وفي نفس الوقت اللي فيه مئات الالاف من البويضات بتطلع بيضه واحده بس في الشهر، ولو افترضنا ان بتجي لها الدوره لمده 50 سنه في عمرها، 50 في 12 يبقوا 600، ليه 600 بس من مئات الالاف هم اللي هي بتستعملهم اثناء الفتره اللي هي بتاعت خصوبتها؟ من مثلا 15 سنه ل 55 سنه. يعني يمكن اسئله كتير يا دكتور و لا دي الناس بس تتسلى عليها شويه يعني. دي اسئله مش الاجابات ليست على سطح الارض، دي فوق. يعني نطلع من الحلقه يا دكتور ان يمكن الحقن المجهري ده نسب نجاحه بتكون عاليه، ولكن بعد ما نعمل الفحوصات اللازمه للمراه والرجل ونشوف ايه اللي ينفع معاه الحقن المجهري وايه اللي ينفع معاه التلقيح الصناعي، وطبعا الدكتور هو اللي بيحدد بناء أنا
على الفحوصات والتحاليل، مش احنا اللي بنيجي نقرر نعمل ايه، صح يا دكتور؟ طيب خلصت حلقتنا النهارده وفقرتنا الاولى، وكان معانا دكتور احمد عوض الله، هو استشاري امراض النساء والعقم والحكم المجهري واطفال انابيب ومستشفى دار الطب وعضو الجمعيه البريطانيه بلندن. نورتنا يا دكتور، ونلقاك ان شاء الله في حلقات جايه. وبكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، يا رب تكونوا استفدتوا من موضوعنا النهارده، ومش عايزه اي زوج وزوجه تاخر عندهم الحمل انهم يقلقوا او ييأسوا. طبعا في امور كتير، وسائل كتير مساعده على الانجاب ممكن تحل اي مشاكل، وفي اكبر دليل في ناس كتيره جدا حملت وجابت اولاد واطفال سلام تماما عن طريق الحقن المجهري بعد سنين من تاخر الحمل. استنونا في فقره ثانيه وعلى الهواء مع زميلتي اللي هتكون معايا منوراني في برنامج ازاي الصحه، هي بوسي. استنوها في فقره وموضوع مهم كمان.